بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تيخليو تعليقات زوينة، تنشكرهم بزاف. اليوم إن شاء الله غادي نحط واحد الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم عوارض، الناس اللي عندهم قلق في الجسد ديالهم، الناس اللي ما حاسينش بالراحة، تشتكيوا بأنهم وخا تيديروا الرقية وخا تيكون عندهم قراءة القرآن تنزل عليهم عياء، تنزل عليهم ثقل في الجسد ديالهم، تحسوا بأنهم مكبلين بحال شي واحد رابطهم، ما تيقدروش انهم يستمروا في القراءة لانهم عندهم عارض، اما من الحسد ولا من العين ولا من السحر. واحد البنت حطت لي تعليق قالت لك عندي سحر المقابر. هاد الوصفة ديال بالنسبة للبنات اللي عندهم سحر المقابر، سحر تشويه، سحر توقيف الحال، مهم صالح بإذن الله. هاد الرقية أو نسميوها رقية، بالنسبة لي أنا رقية لطرد العوارض بالنسبة لي أنا صالحة لطرد العوارض. بنات اللي عندهم مشاكل حتى حاجة ما عندهم، صالحين في أي حاجة، هما مزيانات وكل شيء عندهم مزيان، إلا أنهم يرتبطوا ولا يرتبطوا بعمل ولا يرتبطوا بشغل، ولا ديما أنهم حاسين بريوسهم أنهم ديما فيهم عياء شديد، مشاو لأي بلاصة ما مرتاحينش، جا خطيب ولو يكون مزيان تعيبوه، أنهم ديما عندهم مشاكل، إما من عارض أو من عارض شيطاني أو عارض ديال السحر أو العين، هما ديما مساكن عندهم وساوس، لا في الصلاة ولا في أي بلاصة ما مرتاحينش، ما عندهمش الراحة البدنية، ما عندهمش لا بنات ولا أولاد ولا نساء، حتى النساء اللي متزوجات ما عندهاش الراحة في البدن ديالها، تتشوف أي حاجة ما تتقدرش تديرها، حاسة بعياء شديد. بالنسبة لي أنا أحسن وصفة غادي نحطها اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته، ولكن حاولوا أنكم تكتبوا وتحاولوا أنكم تسمعوا هدرتي مزيان، في حالة ما إلا كان شي تعليق رانا غادي نجاوب عليه إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم هاد الرقية أو آيات من القرآن الكريم غادي إن شاء الله غتلقاو عليها الراحة بإذن الله الواحد القاهر، ولكن قبل ما نبدأ غادي نعطيكم الوصفة هي الأولى، وعادة غادي نبدأ في نعطيكم الآيات اللي غادي تقراو إن شاء الله. أول حاجة غادي ناخد الريحان، شجرة مريم، بابونج، ثلاثة مكونات فقط. الريحان تكره الجن، البابونج صالح في طرد العوارض ديال النحوسات، عندكم شجرة مريم تتبطل السحر وتتسرع في إجلاب الزوج، أو تتفتح لك بإذن الله الواحد القهار، تتفتح لك بحالة تحيد لك العكس. عندنا صابونة اللي غادي نقراو عليها، تاهي قراءة نقراو عليها قراءة وأنا تندلك هكا، غادي نقرا عليها. أول حاجة غادي نبداو بها هي الصابونة، عاد العشوب، عاد الماء اللي غادي نشرب. إذا بحول الله وقوته أول حاجة غادي نديرو هو الماء اللي غادي نقراو عليه القراءة اللي غادي نعمو بها،
ولكن الماء حاولوا، ماشي تحاولوا أخا، لازم أنكم تجمعوا الماء. الماء خاصو يتجمع في مكان طاهر، ويتجمع في شي بانيو كبير، ويترمى في شجر. إلا ما عندكمش شجر ردموه في الرمل أو في تراب يكون طاهر. إلا ما عندكمش شجر أو شجر أو هذا، ردموه أو حفروا ليه في الرمل أو في التراب وخوه هذاك الماء. المهم ما يتخطاهوش الناس. قلت لكم غادي نحطوا الريحان، شجرة مريم، بابونج. بسم الله، شجرة مريم درناها، هي شجرة مريم قطعة صغيرة، ونحاول نقرا عليها في الليل. في الليل هادشي كلشي نديرو في الليل، في ثلث الليل، والصباح نديرها يوم الخميس ليلة الجمعة، ونهار الجمعة ان شاء الله نعوم بهذا الماء. الناس اللي ما عندهمش وقت باش يعوموا يوم الجمعة ياخدوا خميس اثنين سبت، مهم الا الاربعاء، المهم يشوفوا النهار اللي يبغاو. ولكن لتعجيل الامور يوم الجمعة، حيث باب السماء محلول مفتوح باذن الله، لان الناس يمشوا للجامع يديروا الدعاء يصليوا، ان مباركه يوم الجمعه مميزه عند الله سبحانه وتعالى. هذاك الشيء علاش نحطوا الوصفات يوم الجمعه. اول حاجه لطرد العوارض اللي معكسه لي حياتي وموقفه لي حالي، وما مخليه لي نصلي لا نقرا القران، لن نزيد نفرح بحالي بحال الناس، لن ناخذ خطوه بحالي بحال الناس، حالتي حاله. اذا النساء حطوا لي تعليقات بزاف اللي عندهم عوارض السحر، مكبلين، حاسين براسهم عياء شديد، وقالت لك تنقدر ما ندير والو، انا مهدوده، واخا ندير الوصفات ما تتقضي معايا والو، لانني اول حاجه الوصفات الا درتيهم وانت عارفه راسك عندك عوارض، خاصك تطهري نفسك من العوارض عاد تحاولي انك ديري الوصفات. حاطه وصفات بزاف ديال التوسخه، حاطه كل شيء بالقناه، اكثر من 770 فيديو نحاولوا اننا ندخلوا القناه وناخذوا كل شيء، لان القناه حاطه فيها بزاف مجموعات وصفات. اذا حاولوا تقلبوا ان الوصفات اللي حاطه راه مزيانين 100%، مجربين، والناس داروهم، وكاين اللي نجحوا معاهم، وكاين اللي تزوجات، وكاين اللي سرع على الله بجميع الامور. اذا نحاولوا حنايا نبحثوا ونسولوا ونحاولوا ندخلوا القناه ونقلبوا. هادو وصفات تنظيفهم، لانني يوميا انا تنحط، ما تنخليش القناه يوميا عندي عمل في القناه، خاصني نحط وصفات. اذا اللي جات معاه شي وصفه يحاولي ياخدها. اذا باذن الله الواحد القهار ناخذ ليله الجمعه ونحاول نقرا هذه القراءه. غادي ناخذ ايات من سوره آل عمران، الايه 8، الآية 8، السورة سورة آل عمران الآية 8. ناخذ من آل عمران، سورة آل عمران الآية من 15 ل 19، من 19 ل 15، وناخذ من سورة آل عمران الآية 26 27، ناخذ الآية 133 حتى 136. إذا عندنا أربعة الآيات من سورة آل عمران، هنقراهم على هذا الماء، هنقراهم، أنا أكتب لكم الأرقام ديالهم إن شاء الله، ودخلوا سورة آل عمران وغتاخدوا الآيات. أول آية، الآية 8 من سورة آل عمران، سورة آل عمران الآية من 15 ل 19، من سورة آل عمران الآية 26 ل 27، من سورة آل عمران 133 حتى 136. أنا غادي نكتب لكم الأرقام وغادي إن شاء الله غادي نقرأ عليه ليلة الجمعة، نكون مضية مصلية وذاكرة الله سبحانه وتعالى بزاف، ونستغفر
نحاول أنني نستغفر، نستغفر ونصلي ركعتين باستخارة الأمر. بغيت نحيد هاد العوارض، بغيت نطرد العوارض اللي عندي في الجسد ديالي مسبب لي الألم، وبغيت نزيد القدام. إذا نحاول أنني ناخد الصابونة ونقرأ عليها سورة الجن، نحاول نقرأ سورة الجن على هاد الصابونة، سورة الجن، ونحاول أن الوقت اللي غادي ندوزها نمررها على الجسد ديالي، المهم نقرأ سورة الجن مرة واحدة، وغادي نمرر الوقت اللي نعوم ندخل واحد الطش كبير ونبدا نمررها على الجسد ديالي كله. اللي كان معك شي حد يدوزها لك على الظهر ديالك، الظهر ديالك، ويحاول انك تبقي 5 دقائق، عاده تخوي عليك هذا الماء اللي مقرا عليه هذه الايات من سورة آل عمران. سورة آل عمران اللي غادي ان شاء الله تكون لك طهر لك البدن. اما الماء غادي ناخذ كاس الماء، كاس الماء فقط غادي نكون نشرب هذا الماء، نشربه ليلة الجمعة، النهار اللي غادي نقرأ على هاد المكونات، على هاد المكونات نشرب هاد الماء 7 المرات، فاتحة الكتاب 7 المرات ونشرب. وهذا الصباح رباح هو الصابونة، الصابونة وهاد الماء تل إصباح الصباح مع الأذان الأول أو الأذان الثاني يوم الجمعة أو مرة العصر، أو مورا العصر يوم الجمعة. إذا حيت وراء مورا العصر كاين دعاء مستجاب، سبحان الله. ونحاول هاد الماء إلا قدرت نتشلل به بارد من الأحسن. بغيت نضيف ليه ماء ساخن نضيفه، وهاد العشوب، هاد العشوب نخليهم تينشفوا، نخليهم تينشفوا، نجمعهم بحال هكا وغادي نتبخر بهم، ماشي في يوم هذاك اليوم، ماشي في هذاك اليوم، نتبخر فيهم اي وقت بغيتي. المهم هادو مقريين عليهم القرآن، نحاول انني نقسمهم على 3 مرات، 3 مرات اي وقت مورا العصر نتبخر بهم. اذا كلامي واضح ومفهوم لطرد العوارض، نحاولوا اننا نديروا هاد الصيغه زوينه. المهم الفاتحة الكتاب على الماء نشربه ليلة الجمعة، نقرأ على الصابونة سورة الجن، هادو نقرأ عليهم الآيات اللي غنعطيكم من سورة آل عمران، نجمع هادو، نحاول نجمعهم ونتبخر بهم في أي وقت بغيت أنايا. ونحاول أنني هاد الماء نصفيه، إلا ما لقيتش حديقة نخويه في تراب ورمي عليه التراب فقط باش ما يتخطاه التحد، ولكن من الأحسن جمعيه ولوحيه في مكان عاشب، لأن واحد السيدة قالت ما عنديش المكان عاشب، حطيه في تراب يكون نظيف أو سطح المنزل باش يتبخر مع الشمس. إذا ما بقى لي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتأبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.